بالك واش صرا في عنابه في شبيطه مختار واحد مات على شكره حليب. ها واحد مات وسط الطابور ديال الحليب، واش غادي دير دابا؟ نعتبروه شهيد ولا نعتبروه؟ اش غادي تعتبر دابا هذا؟ واش ما قدرتوش تهضروا على حقكم يا كراغيله؟ ما قدرتوش تخرجوا تطلبوا بحقكم؟ مازال ما درتيش ابوني، واش كتسنى؟ دير معنا ابون، زير معنا الصوت. يلا السلام عليكم، كيف حالكم اخواني؟ اين انتم يا كراغيله؟ اشتقنا، تعالوا تعالوا في 2025 تعالوا تعالوا وتعالي هدايا. ما تنسوا لنا صوفيا باللمن راها معروضه، اتونسيو ما تنسوا لنا صوفيا باللمن، قول لي تعالي هدايا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم الإخوان غادي نشوفوا عاجل قال لك وفاة جزائري في طوابير الحليب. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو الجوع فين وصل بهم، شو الروينة فين وصلت بهم. ما يقدروش يهضروا ولا يخرجوا يحتجوا ولا يطلبوا بحقهم، ما يقدروش. السيد مات في الطابور ديال الحليب، واش نعتبروا دابا هذا شهيد؟ بدنا نقولوا عاود بلد المليون ونصف واحد من الحليب، مليون ونصف وزيدوا ذا واحد بالحليب. هذا الشيء غير من في اطار مصطلحات الله يرحمه، ويحز في النفس انك تشوف الشعب الجزائري ما قدرش يهضر على حقه، قدرش يخرج للشوارع، عنده من الثروات الطبيعيه الغاز والبترول والذهب وكذا وبزاف ديال الحوايج اللي يقدر انه يعيش بحال القطري ولا الاماراتي. كيفاش كتجي تشوف المعيشه ديالو؟ راه كيموت وسط الطوابير وكيعيش بحال موزامبيق، راه لا حول ولا قوه الا بالله. نشوفوا لي فيديو قبل ما نشوفوا داك اللي توفى في الطوابير. نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا. اول فيديو: خاره، خارون، طاسه، طاثون. داكشي اللي جا على بالكم حتى رجع على بالي الاخوان. كوتشارا، كوتشارون، طابا، طابون. عرفت انه هذاك هو الذي حطه. دوزوا لفيديو اخر. دابا كيضوبلو ولكن راه ما غيطلعش في الطلعه. هانت شو هانت كيضوبل هانت، ولكن هادو الاخوان هادو النصارى هادو تلاقيت معاهم شي هاد الايام بزاف، كيجيو كيكونوا دايزين المرزوقه ولا مرزوقه يمكنلاش كيكونوا دايزين. وواحد وغير هاد الاركاطات ودوك الطوبيلات الصغار والصوت ديالها كتسمع ما عرفتش واش كيجبدوا شي حاجه ولا نسمعوا. هذا اش قال؟ هذا شي فور ديال الرموك هذا ولا ديال دابا كيضوبلو ولكن راه ما غيطلعش في الطلعه. هانت شو هانت هانت كيضوبل هانت، ولكن راه في الطلعه غادي يدخل لي وغادي يبقى. هانت شو هانت هانت دابا هذا راه يلاه ضوبلنا دابا، علاش نضوبل؟ الله اعلم علاش. الله اعلم. هانت شو هانت هو حبسني دابا، شي هوك شي هوك شي هانت غيسخنها ما عرفتش بغا يدير. شنو السوقان هذا ولا خرا ولا شنو؟ سير صاحبي سير علي علي حيد صافي، ما طالعاش ما طالعاش، علاش جاي كد؟ والعاقبة دابا وحابسك وحبسك من اللي هو حابسك. هانت شو هانت هانت عند معايا هانت يلا سير، بغيت لامك تشتيتا تشتا تفطي قبل ما توصل للباطو. علاش عند معايا؟ الله اعلم علاش كيطوبل وجا الطلعة. هانت ما قدش طلع، غتلقاهم دابا مسخنينهم هنا. هانت شوف وين بقى، شوف جاي ليش جاي ليش. هانت ها الاخر شوف هانت نضارب معاهم نهار كامل وما كيعرفوش يسوقوا الفرنسيس والو، ما كيعرفوش يسوقوا يلا ما كيعرفوش يسوقوا والو. هانت ها الاخر قدامي باقي قدامي، هو من الصباح وما جري ما جري فراني يجي قدامك يوقف شويه ما عرفتش شنو بغى يصنع. هانت ماشي كيعطيك الطريق بحال سباليون ولا بحال هولانديس ولا بحال بلجيكا ولا هانت هانت ها شو هانت الزيرة ديال الخلاص يرد عليا الزبل ديالك ها شتي يلا. مسخوط هذا مسخوط هذا. ندوزو لفيديو اخر. دابا هو هذا تو على الفقيه مو القط ابو قطيطه داك الشيخ الجزائري مول القط داير لايف تيك توك كيجمع الهدايا. بو قطيطة السرديني الفقيه مول السردين. شنو فيه ريحة السردين داك الشيء فاش عندك؟ أبو قطيطة أبو قطيطة السرديني الفقيه مول المشا خرجينا خرجة جديدة وبث المباشر عبر التيك توك ولا كيصلي في لايف على التيك توك. طلق لهم لايف وكيصلي بعباد الله في التراويح. تراويح بطعم التيك توك. تيك توك العرب ما شاء الله كبس كبس كل تكبيسة بحسنة. آخر ستاج في التكبيس. التكبيس فيما يرضي الله. يعني الإمام غادي يشوف المشاهدة غادية وكتنزل غادي يبدا يقول
نقول كبسو 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 ولا تحبسو كبسو اخرين وراه غادي يقولوا كبسنا ولله الحمد ان شاء الله ان شاء الله مبارك على سيدنا خواتي لله الفقيل اللي تسنينا باركته دخل الجامع بلغته شوفوا الناس كيفاش تضحك عليه رجعته ما ضحكه شوف واش دير منكم بيه قالوا له راح القط انت مزعلش لا حول ولا قوة إلا بالله دوزوا الفيديو آخر عم بالك واش صرا في عنابة في شبيطة مختار واحد مات على شكرة حليب ها واحد مات وسط الطابور ديال الحليب واش غادي دير دابا نعتبروه شهيد ولا نعتبروه اش غادي تعتبر دابا هذا واش ما قدرتوش تهضروا على حقكم يا كراغيلة ما قدرتوش تخرجوا تطلبوا بحقكم وقتاش غادي تخرجوا وقتاش تطلبوا بحقكم والغازو البترول كتموتوا في الطوابير على الحليب اصاحبي الحليب اللي خصو يجي لكم حتى للدار وحتى نتوما تكونوا بحال القطريين والاماراتيين والكويتيين وكذا اللي عندهم الثروات الطبيعيه حتى نتوما بالفيراري والروج وكذا والفيلات وهذا وتجيبوا لهنا حتى نتوما يخدموا لكم في البلاد لا حول ولا قوه الا بالله هذه شهر هذا جهاد شهر هذه عندها يسمن مساك الناس كيشبوا خلاص واحد طفيل في عمره 23 سنة عشكرة حليب مات مسكين ربي يرحم ما سمعتش والله ما سمعتش فهمت وهذا تبون من جاء وجه الهم ده اسمح لي ما الناس مساكنة ما لقيتش وش تاكل الناس أنا رحت البلاد وشفت أنا قاعدة مرقازة مسكين يخش عند البوشري يقول له أعطيني نص تاعك تحت حبة مرقاز فهمت غلات صح صح في هذه ما عندك الحق هو الشراكي غير دار سوغ لي شون البنت والولد فهمتي هذوما لازم اخويا الشعب يتحرك من البلاد قلبها مملكات زي فينا هو الشعب اللي يتحرك فينا هو وكلهم شي حاجه حتى ولاو بحال الحواله قبلها قلبها مملكه واصل يا جيهان واصل اسمح لي يا خويا 62 عام وهما في البوفوار درك عادوا خلاص اللي يهضر جام يدخلوا للحبس الناس اللي خرجت في الحراك ونازلت على البلاد دي كلهم في الحبس فهمت اخويا دونك ما نجموش نقعدوا كيما هكا ياسر ياسر بلادنا كلاونا خويا كلاونا حقنا دا كلاوهمنا كلاونا مالنا شراو بختو الجزائر شراوها نو ياسر سي ترو ياسر بزاف الظلم بزاف انت ما عندكش واش صاير في الحباس وحده كي غير كانت في الحبس اخويا تالمالي حشاك الحكام اللي يخدموا في الحبس صح وفيها تروح تعقب لا جورني في دارها وفي الليل تبات في الحبس هادي وين الحكومه دي وين الحكومه اللي صايره في الجزائر ما كاينش حكومه اخويا دونك خاص الشعب يتحرك وينوض ما نقعدوش كيما هكا وباش ينوض حيدو لهم داكشي اللي وكلهم عبد المجيد تبون واش كيعطيو لهم مع الماء ولا كيعطيو لهم مع الماكله لا حول ولا قوه الا بالله ملي وليتو كتموتوا في الطوابير وما قادرينش تهضروا يا حسره ما قادرينش تهضروا لا حول ولا قوه الا بالله الاخوان وصلنا لاخر الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله ديما مغرب من طنجه للكويره السلام عليكم